يتميز الإنسان عن بقية المخلوقات على كوكب الأرض بالعقل البشري الذي يمتلك قدرات هائلة تجعل من الإنسان مخلوقاً فوق جميع المخلوقات على كوكب الأرض. والدماغ البشري هو أكثر عضو تعقيداً في جسم الإنسان، وربما الشيء الأكثر تعقيداً على سطح الأرض. سنستعرض بعض الحقائق المذهلة عن العقل البشري. الاعتقاد بأن فقط 10% من قدرات العقل البشري هي ما تعمل هو اعتقاد لا أساس له من الصحة، فكل جزء يؤدي وظيفة معينة بكل دقة. ومن المؤسف أن خطأً شائعاً كهذا يبنى عليه القصة الكاملة لأحد الأفلام الشهيرة، وهو فيلم لوسي من بطولة سكارليت جوهانسون. المخ به ما يعادل 100,000 ميل من الأوعية الدموية، وهو ما يكفي للدوران حول كوكب الأرض 4 مرات. تعلم لغة ثانية قبل سن 5 يغير الكيفية التي سيعمل بها مخ الإنسان مستقبلاً طوال حياته. إن اعتبرنا المخ قرصاً صلباً، فسيكون قادراً على استيعاب 4 تيرابايت من المعلومات. بطل العالم في قوة الذاكرة بين برايدمور قادر على تذكر ترتيب رزمة كاملة من أوراق اللعب في 26 ثانية فقط. حوالي 20% من الأكسجين المستنشق يستهلك من قبل المخ. خلال دراسة أجريت على 1,000,000 طالب في نيويورك، أظهرت أن الطلاب الذين تناولوا وجبات غذائية بدون مواد حافظة أو مواد صناعية حققوا معدل ذكاء أعلى بنسبة 14%. دماغ الإنسان هو العضو الوحيد الذي لا يحتوي على الأعصاب، على الرغم من أن الأعصاب تنشأ منه، وهو مركز القيادة العصبية للجهاز العصبي المركزي. ونتيجة خلوه من الأعصاب، فإن الدماغ البشري بحد ذاته لا يشعر بأي ألم، ولهذا يتمكن الجراحون من إجراء عمليات على المخ والمريض مستيقظ. أثبتت الدراسات الطبية أن نقص الأكسجين في الدماغ لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق فقط تؤدي إلى تلف دائم في الدماغ. دماغ الإنسان يستهلك بحدود 20% من إجمالي الطاقة التي يتم إنشاؤها في جسم الإنسان، على الرغم من أن دماغ الإنسان لا يمثل سوى 2% من إجمالي وزن جسم الإنسان. عدد الخلايا العصبية في الدماغ البشري يصل إلى أكثر من 100 مليار خلية عصبية، وهو ما يعادل 15 ضعف عدد سكان الأرض البالغ 7 مليار إنسان. أثبتت الدراسات أن الخلايا العصبية تتضاعف بنسبة 250,000 خلية في الدقيقة الواحدة في أوائل فترة الحمل. يتألف دماغ الإنسان من حوالي 60% من الدهون، وهذه النسبة أكبر نسبة دهون في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان السليم، لذلك فإن الدماغ هو العضو الأكثر بدانة في جسم الإنسان. يمثل العقل البشري 2% من الجسم، الأمر الذي يجعله أضخم عقل وسط الكائنات وفقاً لنسبته من الجسم. والجدير بالذكر أن الفيل هو صاحب أضخم عقل، لكنه لا يمثل من جسده إلا 15%، وبالتالي يكون الإنسان هو صاحب أضخم عقل مقارنة بجسمه. يزن جلد الإنسان 2 ضعف وزن العقل البشري. إذا قمت بدغدغة نفسك فلن تضحك، لأن عقلك يستطيع أن يفرق بين لمستك وأي شيء خارجي. الدماغ يظل يعمل حتى بعد انفصال الرأس عن الجسد. شاعت تلك النظرية لأن بعض الذين تم إعدامهم بتلك الطريقة يشاهدون ويحركون جفونهم، إلا أن العلماء يعزون ذلك إلى انقباضات لا إرادية في العضلات وليست تحركات إرادية من الدماغ، لأنه فور أن ينقطع الدم المحمل بالأكسجين إلى الرأس فإن الدماغ يدخل في حالة من الغيبوبة ويبدأ في الموت تدريجياً. يتحكم الجزء الأيسر من الدماغ بالجانب الأيمن من الجسم، والجزء الأيمن من الدماغ يتحكم بالجانب الأيسر من الجسم. يولد الدماغ البشري في حالة الاستيقاظ طاقة تتراوح ما بين 10 إلى 23 واط، وهي طاقة كافية لإضاءة مصباح كهربائي صغير. مجموع عدد النبضات الكهربائية التي يولدها دماغ بشري واحد فقط أكبر من عدد النبضات الناتج عن كل هواتف العالم مجتمعة.
الذكريات التي يتم استرجاعها بسبب استنشاق رائحة معينة لها رابط أمتن مع العقل البشري، ويتم استحضارها بشكل أقوى من الذكريات الأخرى. في كل مرة نرمش بعيوننا يقوم الدماغ بإبقاء الأشياء وكأنها مضاءة حتى لا يصبح العالم مظلماً في كل مرة نغمض بها أعيننا. والجدير بالذكر أن الإنسان يرمش بمعدل 20,000 مرة في اليوم الواحد. يعتقد أن عدد الأفكار التي تجول بداخل الدماغ البشري في اليوم الواحد هو 70,000 فكرة. الاختلافات بين الأدمغة البشرية مثل الحجم والوزن لا تمثل بالضرورة أفضلية بالنسبة للقدرة العقلية، فوزن دماغ العالم ألبرت أينشتاين كان حوالي 1.23 كيلوغرام، وهو أقل من المتوسط. فللأشخاص الذين يمتلكون دماغاً كبير الحجم ليسوا هم الأكثر ذكاءً إن كان دماغ ألبرت أينشتاين صغيراً نسبياً. كلما حفظ الشخص معلومات وذكريات أكثر، كلما كبر الجزء المسمى الحصين في الدماغ، وهو الجزء المسؤول عن الذاكرة عند الإنسان. ممارسة رياضات التأمل مثل اليوغا تساعد في الاسترخاء وزيادة نشاط الدماغ ومعدل نمو الخلايا العصبية، بالإضافة لتقوية الترابط فيما بينها. تمر المعلومات في عقلك بسرعة 260 ميلاً في الساعة. عقلك بالحجم نفسه منذ كنت طفلاً، ولهذا أدمغة الأطفال كبيرة بالنسبة لأجسادهم. أعلى معدل ذكاء سجل على الإطلاق كان 220 لكيم أونغ يونغ في كوريا الجنوبية. ينكمش عقل المرأة خلال فترة الحمل ويعود خلال 6 أشهر بعد الولادة إلى حجمه الطبيعي. كلما زادت التجاعيد والأخاديد الموجودة في مخنا كلما أصبحنا أذكى.